فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خرجت المرأة من عدة الوفاة يقوم أولادها بوضع وليمة لها، فهل هذا مشروع؟ كان هذا من باب الفرح لخروجها، ومن أجل أيضا سعة الصدر معها فلا بأس، ولكن لا يتخذ هذا عادة مع كل من توفي زوجها أو خرجت من ما يتخذ عادة، لكن إذا فعل بعض الأحيان فلا بأس. نعم.